قدم فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن تقريرهم رسميا أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي تناول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، من بينها تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية واستخدام التعذيب أثناء الاحتجاز واستخدام المدارس ثكنات عسكرية وتعطيل انسياب المساعدات الإنسانية. إنما خلفته الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بصورة غير قانونية خلال السنوات السابقة واضح إلى حد مزعج في مقتل وإصابة المدنيين مثل الأطفال الذين يلعبون في الحقول، وفي تضاؤل فرص الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق صيد الأسماك. لقد وجد الفريق أن الحوثيون بشكل خاص يتدخلون في المساعدات الإنسانية. طالبت اليمن في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان، مضيفة أن لجنة التحقيق اليمنية الوطنية المستقلة تعمل وفقا للمعايير الدولية وتستطيع أن تحل محل اللجنة الدولية. وأعربت اليمن عن استعداد الحكومة الشرعية لإنشاء محكمة خاصة للانتهاكات، مطالبة بوضع حد للانتهاكات الحوثية في اليمن. اليمن في الظروف الحالية الصعبة بحاجة إلى المساعدات التقنية وبناء القدرات والدعم الإنساني بعيدا عن التسييس لقضايا حقوق الإنسان عبر مجلس حقوق الإنسان الموقر. هناك لجنة يمنية وطنية مستقلة للتحقيق تقوم بعملها بشكل مهني ومحايد وفي الميدان، وأنجزت تقاريرها وفقاً للمعايير الدولية، وتم تعميم تقريرها 8 الأخير على جميع الوفود في الأيام الماضية. وفي جلسة الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان حول اليمن، أكدت بعض الدول الأعضاء في المجلس أن الإفلات المستمر من العقاب يشجع الجماعات الحوثية المتمردة في اليمن على ارتكاب المزيد من الانتهاكات. كما دعا فريق الخبراء الدوليين الإقليميين مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. تجنيد الأطفال واستخدام المرافق العامة كثكنات عسكرية، تلك كل الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون استعرضتها لجنة تقصي الحقائق حول اليمن. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.